كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. اش نقول لك اخويا ودي، هذا الشيء اللي كنشوفه راه لا اله الا الله. الدري اللي مات مسكين هنا البارح والله الا بقى فينا كاملين، وداك الشيء وبقى في الناس، والوالد تاعو مسكين راه جا البارح دار هنا واحد الفيديو لاحو في الفيسبوك وداك الشيء. وانت كتشوف راه هاد الناس هادو، هاد المزار هذا راه بزاف مضرر. عندنا شي ناس اخويا هنا راه مستغلين هاد الناس هادو، نهار كيبيو يديروا شي حاجه كيزيد، اش كيديروا في هاد البلاد؟ واحد الحاجه اللي كيزيدوا لينا شي سهره ويجيبوا الجروب الشيخات شي حاجه صافي. اما بحال هادشي راه ولا ما اصلا شو المدرسه دابا كيفاش دايرها المدرسه؟ هاد السيد هذا فين مات؟ هاد بوفري هنا باش مات البوفري؟ هذاك السيد جاي بالجهد جاي مكسيري، واصلا انا راه خص شي قيف ولا خطر. راه انا بالنار عرفتي كيك على القيد، تابعين هنا عباد الله، تابعين عباد الله، كيشدوا بنادم على جوان، كيشدوا بنادم على شي حاجه ديال والو. وكتشوف دابا بحال هادشي اللي خص يقادوا ويتقاتلوا فيه، ما كيتقاتلوا فيه ما حتى شي حاجه. دابا هاد السيد هذا راه مشى، راه الا شتي الوالده ديالو شتي الوالد ديالو، راه لا اله الا الله. اش نقول لك والله الا لا اله الا الله. وصافي راه با البارح مسكين راه بايت تسطر النهار كامل تقريبا، هو واقف هنا وكيصور فهمتي، كيصور يعني كيشوف ما غيستافد والو. واحد الحاجه اللي بغى يوصل لعباد الله، هاد السيد دابا راه مات، راه كاينين دراري اخرين تيقراو في هاد المدرسه، خص هاد الناس هادو بعدا يتحاسبوا. هاد الناس هاد الطريق هادي اصلا راه ما مقاداش، هاد الطريق راه مخرجه للواد، ها المشاريع هنا، ها ستاسيون تبنى هنا بزباله ديال الفلوس، ها شحال من حاجه كدار هنا، وصحاب الفلوس هما اللي عايشين. اما بحال هاد الطريق هادي دابا راه الناس يقادوها، هما الناس عندهم هنا زباله ديال الفلوس عندهم باش يتعاونوا مع عباد الله يديروا هاد الطريق، يديروا على عباد الله. انت شنو الممر كيدير كاع ما باين هنا بعدا، خص يكون شي كرياج ولا تكون شي علامات قيف ولا شي حاجه. بالنسبه لي الضرر نتا هو مثلا باش وراه شحال من حاجه راه ما اش نقول لك، راه مسؤولين هنا ناعسين كاع، ناعسين بزاف. وحتى الناس تاع هنا ما كيهضروا ما حتى شي حاجه. حنا عندنا واحد المشكل في هذا المزار، شنو هو؟ باقي الحضيه، باقي حاضيين عباد الله. هذا خرج من الحبس، هذا دار، هذا مشى، وكاينين شي ناس هنا كيولي تابعين ها بنادم ولد المنطقه كيتبعوا غير هضروا هضروا على المنطقه وديروا شي حاجه وبينوا لينا وحيدوا ديك الحضيه. راه الحضيه راه هذا الشيء علاش كتدي؟ كتحضيو عباد الله وكتنساو الحوايج الاولين اللي بغينا حنا. هضروا على البلاد تقاد، راه دانا مرقوا صاحبي، راه تيجي عندنا بنادم من التشيره ولا من شي قن كتجي كتجيبوا المزار كدير هكا الشوانش صاحبي، التشيره كي دايره يتملوا لك دايره نقي. شو المدارس هما راه بلا ما نهضروا، هذه راه مدرسه ديال البوفريا. دابا كون كان هذه شي مدرسه خاصه ولا شي حاجه راه غادي يقادوا لك كلشي، غادي يقادوا كلشي غادي. انت راه كتشوف مدرسه تاع البوفري، البوفري ديما راه يعني بالنسبه لهذه المناسبه الاليمه هذه اللي تحس في الناس، يعني بالنسبه للتلميذ هذا اللي عمره 9 سنين، يعني باقي مازال ما الابوان ديالو ما شبعوش فيه كما كنقولوا. يعني كيبقى فيك الحال ان المسؤولين يعني خاص يوعوا بهذه الاهميه ديال الامر، هذا الامر هذا، ان الوليدات ديالنا فاش كيخرجوا من المدرسه خاص يلقاو واحد المحيط يعني مؤمن من بزاف ديال الحوايج، خصوصا هادشي ديال مثلا الدراجات الناريه اللي كيجيو بسرعه، يعني بزاف ديال الحوايج يعني خاص المسؤولين يدخلوا. مثلا عندنا كما كنعرفوا نارسه هي اللي مكلفه بهاد التوعيه هادي، وهكا خاص تكون واحد التوعيه، تكون واحد التحسيس كبر، ويكون التنسيق ما بين المسؤولين ديال الجامعات المحليه في هذا الامر هذا. يعني راه الامر راه كيبقى فيك الحال، كتشوف كل خطره كتكرر هذه الامور هذه، يعني كيبقى فيك الحال وليدات باقيين صغار، يعني باقيين في الريعه عند الشباب ديالهم، يعني كيضيعوا الوالدين ديالهم. يعني السبب قدر الله وما شاء فعل، ولكن الواحد ياخذ بالاسباب، يعني الاسباب ياخذ بهم. ويعني بالنسبه للمسؤولين خاص يقوموا بالدور ديالهم في هذا المجال هذا، وتكون تزيد التوعيه والتحسيس، حيت راه يعني الوليدات راه كيضيعوا منا في كل مره. ونسال الله هذا الوليد هذا يعني الوالدين ديالو يرزقهم الصبر والسلوان، ويكون دخر لهم يوم القيامه، ويتقل به الله عز وجل الموازين ديالهم. والسلام عليكم. الواقع كما هذه الواقعه اللي وقعت البارح، انا ما حاضرش، كنت في الخدمه، وعاودوا لي الناس قالوا لي بلي راه مات هنا واحد الدري مسكين صغير، وبلي وقف واحد مول الطوموبيل في الجنب ديال التريطوار هنا، وهو داك الدري مسكين الله يرحمه كاين في القدام ديال الطوموبيل. من بعد جا داك مول بيكوب
خرج داك المول داك الدري الله يرحمه خرج على غفله وهو يضربوا داك المول البيكوب الله يرحمه الله يولي به رحمه الله. واخويا راه الدراري ديال المدرسه راه الاطفال الصغار اش عارفين هما الا غاخذوا الشانتي ولا سميتو بنان ديما يتكيس على الا قدام شي دار ولا قدام شي مدرسه ولا شي بحال هكا فين كيكونوا الدراري صغار ديما بنان يتكيس. يعني ما كاينش حتى من ناحيه لي ضوضاء من ناحيه. واخويا شنو المطالب ديالكم حاليا اصاحبي؟ احنا المطالب ديالنا كان بعدا خصنا بعدا الطرقان وشحال من تجهيز كاين بعدا شي مناطق هنا بحال الا جاي منين زكان لهنا راه كاع ما فيه الضو ولا الطرقان راه مقادين لا والو. قليله كتمشى انا وكيكون هنا الكريساج وكاين شحال من حاجه زعما لا اله الا الله صافي البلديه ديالنا راه شحال من حاجه خاصنا ولكن النتيجه هي الارواح. النتيجه وشحال من الارواح كيمشيو هنا ضحيه والله العظيم. وبالنسبه لديك الطريق ديال الغابه حتى هي راه واحد السيده ضربت تما واحد الصباح ضربها السيد هو لا اله الا الله. المهم شحال من حاجه راه كتوقع هنا ولكن ربي اللي عالم عليها والمسؤولين راه ما كاينينش. السير جو هنا كاين الشانتي محفر وعندك من طوموبيلات من المطار كيجيو هنا كيجيو مكسيرين فهمتي. وعندي انا المحل عندي دابا هنا وعندي كنشوف انا شي كنحط ليه يوميا كنشوف الناس ما كيشوروش طوموبيله طول الماطر ما كيشوروش من هاد الشانطي خص يدوزو الشانطي ويديرو لي دودان ويديرو دودان فهاد الشانطي هذا. راه كاينين شي ناس الله يهديهم شي دري صغار الله يهديهم ما عارفينش كيشرو الماطر ما كاين غير كسيري ما كيخدمش عقلو. وكاين دابا هنا كاين اللي ابتدائي والدراري صغار كيدوزو فهمتي. حتى من ناحيه المحيط ديال المستشفى ما كاينينش يعني هذوك الالواح الحديديه. لا 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 راه حدايا راه كاينه هذه وكاينه حدا الشافعي تما حدا الكراج عندي الشافعي وكاينين حتى الحفاري والناس كيدوزو ما كاينين الاشارات وما كاين بنادم غير مقدم وصافي فهمتي. وكنطلبوا حنا من الجامعه ديال يدوزوا الشانطي ويديروا لي دودان ونطلبوا من الناس حتى هما يحترموا قانون السير ويتمشاو بالقانون ديالهم. عندي راه كاينين دراري صغار وما عارفين والو موتهم جالسين وما خارجين وخارجين وكيجري وكيجي واحد راه شحال مره انا حضرت شحال من واحد غير الله عز وجل اللي كيحفظ. احنا كنطلبوا الله عز وجل بشكل عام هذه المنطقه علاش هي مهمله؟ واش تشوفوا انها مهمله في البنيه التحتيه؟ واش احنا كنشوفوها مهمله وداك الشيء والله تعالى اعلم كيقولوا داك الشيء سياسي والله تعالى اعلم فهمتي. لاقاش كتشوف غير المزار الفوق كامل مدوزين لهم لي دودان ومدوزين لهم الكودرون حتى لهذ المنطقه هي مهمشه ما كاين لا قدرون. وانا في راسي الساكنه تجمعات ودات شكايات واني بلا جدوى. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.